آه، تمام استاذة بثينة الان انطلق التسجيل آه، نبدا ورشتنا على بركة الله آه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم ايمان بوعزيزي عضو مؤسس ومكون بالجمعيه التونسيه لتكنولوجيا التربيه الحديثه ارحب بجميع الحضور الكرام في هذه الورشه رقم 11 من مبادره المعلم العربي المبدع هذه المبادره التي انطلقت يوم 7 اكتوبر 2022 وستختتم ان شاء الله يوم 16 ديسمبر من نفس السنه وتتضمن هذه المبادره 19 ورشه موزعه كالاتي بالنسبه للتمهيد والانطلاق في المبادره هناك ورشتان اعداد حقيبه رقميه عبر المواقع والتطبيقات ايضا ورشتان اعداد وضعيات تعليميه تعلميه ثلاث ورشات محاضرات حول استراتيجيات التعلم النشط وورشات لإعداد درس كامل ستة ورشات إعداد تمارين تفاعلية عبر المواقع والتطبيقات ثلاث ورشات إعداد اختبارات رقمية وبحوث عبر المواقع والتطبيقات ثلاثة ورشات إن شاء الله تختتم كل ورشة بتقييم كما ستختتم هذه المبادرة باختبار بالنسبة لكل ورشة النقاط المسندة لكل تقييم من إثر نهاية كل ورشة على خمسة نقاط موزعة كالآتي نقطتين على الحضور وثلاثة نقاط على التمرين المنزلي هذه الورشات ستكون يومي الجمعة على الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش ويوم الأحد على الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش والآن ننطلق إن شاء الله في ورشتنا بعنوان ديتكتيك اللغة العربية هذه الورشه من تقديم الاستاذه بثينه المرعي وهي استاذه مدارس ابتدائيه بتونس ومدرس خبير معتمد لدى مايكروسوفت وعضو لجنه تكوين وتنظيم بالجمعيه التونسيه لتكنولوجيا التربيه الحديثه. تفضلي استاذه بثينه لك الكلمه وبالتوفيق. شكرا استاذه ايمان السلام عليكم ومرحبا بجميع الحضور من كافه انحاء الوطن العربي. أرجو الاستفادة اليوم من ورشة ديداكتيك اللغة العربية إذا سأقوم بالبرتاج واضحه الشاشه بثينه فقط لو تقومي نعم واضحه الشاشه الان استاذه بثينه واضحه بسم الله الرحمن الرحيم اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورشة اليوم إذا بعنوان ديداكتيك اللغة العربية أول ما أبدأ به هو أن أقول عندما يذكر الإنجاز يذكر معه تلك الشمعة التي كانت ولا زالت توقد لتحقيق ذلك الإنجاز تحية حب واحترام وأجلال للأستاذة ياسمين السكلي رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة والأستاذ محمد بوبكر نائب رئيس الجمعية وكافة أعضاء الجمعية التي أضافت لي الكثير والكثير شكرا وبارك الله فيكم إذن رسالتنا اليوم. بسم الله فقط لحظة. أعود إذا رسالتنا اليوم هي توفير فرص تعلم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عربي، ورؤيتنا تتمثل في تنمية المهارات وتطويرها في اللغة العربية. وأبدأ ورشتي اذا باول كلمه نزلت في القران الكريم وهي اقرا من سوره العلق واود ان نستمع لهذه السوره بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك رجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وأقترب صدق الله العظيم بسم الله اذا لماذا نقرا اقرا اقرا تزداد علما هبه العلم اجمل نعمه اذا في ورشه اليوم ساعتمد استراتيجيه القبعات الست لانها طريقه للتفكير وهي قبعات رمزيه تخيليه تسهل عمليه التفكير واستحضار نمط التفكير المراد واستدعائه عند الحاجه إذا أبدأ بالقبعة البيضاء وهي القبعة رقم واحد، حقائق معلومات وسؤالي الأول هل يتقن تلميذ اليوم أو طالب اليوم اللغة العربية بشكل عام والقراءة بشكل خاص؟ إذا نعم فلماذا؟ وإذا لا لماذا؟ إذا تدخل صوتي أستاذ إيمان، أستاذ سمير. آه آه شكرا بثينه آه استاذ سميره او آه استاذه ناديه لو تسمحوا تفتحوا الـ يعني المسرح لمن يريد التدخل يجيبني عن آه السؤال محمد عز الدين تفضل الأستاذ محمد, محمد عز الدين تفضل لك. افتح المسح فقط أستاذ نبيلة نوري تفضلي السلام عليكم عليكم السلام مرحبا استاذه تفضل على حسب مواكبتي للقسم للأسف لا للأسف الإجابة لا مثلا أنا يعني العام هذا ندرس سنة خامسة السنة ما الأغلبية ما يقراوش معناها فما شكون اللي متمكن من الحروف لكن ما يعرفش يقرا كلمة أو ما مقطع وفما اللي ما يفرقش برشا ما بين الحروف وللأسف هذيا أه معناها من سنة أولى وسنة ثانية تراكمات من الوقت هذاك ومع قلة المطالعة وقلة اللهو يعني كله ما مساهم أسف. <applause> نعم فما تدخل اخر شكرا استاذه نعم وفاء منصور تفضلي للاسف <applause> لا بالنسبة للطالب اليوم لا يجيد القراءة ولا يهتم أصلا باللغة العربية وهذا ناتج من عملية من عملية تعليمية يعني أنا مثلا أدرس في المرحلة الثانوية وبعض الطلبة ضعاف حتى في تقريبا حتى ما يكتب لك حتى جملة كاملة صحيحة وهذا ناتج من من الاساس من من المرحله التمهيديه من هو في السنوات الاولى يعني كل شيء يأخذ تلقين اضافه الى التكنولوجيا يعني مثلا ما استغلوش التكنولوجيا في التعليم في في احباب في انه يخلوا الطالب يحب القراءه لا ولا حتى بالنسبه مثلا في الرسومات في دخله اللغه الدارجه اللغه الدارجه يعني ولا هو ما يبداش ما مش مركزين انت واحنا لما كنا نقرا يعني القصص عندنا دائما القصص ان تجسد ان تخلي الطفل يحب القراءه تو حتى القصه اللي يبدا مركز عليها ما هي ما هيش مركز على اللغه مركز على الرسومات مركز ويدخلوا دخلت اللغه الدارجه في التدريس وفي التعلم وفي كل شيء هذه خلت ان خلت الطلبة و... وفي التقييم يعني يبدأ خاطئ تصلح للمعلمة وتدير لها صح يعني هذه غلط أنك أنت معاناة عانوا إحنا في المراحل الابتدائية لدرجة أنه إلا لما يجيك لما يجيك مرحلة عالية أنت تبدأ صعب كيف تتعامل معه وللأسف بعض المعلمين ضعف في اللغة العربية يعني تلقائي بيكون الجيل للأسف يعني يعني انت قصدك استاذه انه المدرس يدرس مثلا اللغه العربيه بالدرجة لا يتكلم العربية لا يتكلم اللغه العربيه الفصحى لا يتكلم اللغه العربيه الفصحى. يعني وما يدققش في في ان الطفل يخليه يتقن الالفاظ يعني حتى تقريبا حتى معلم القران تلقاه يحفظ الايات وما ما في المخرج وما يركد... هذه ها... هادي... حاجه و... وللاسف ديما المعلمين اللي مستويات ضعيفه للاسف يحطوهم في المرحله الابتدائيه وهذا اسوا شيء تربويا يعني تلقاها هي المعلمه الكفاءات كلها يبدا يحطوا فيهم لا في, في المراحل العليا في الوقت اللي المفروض الكفاءات يبدو وهذه انا بصدق لاحظتها في تونس في تونس عندهم يهتموا بالمراحل الصغرى اكثر من يعني حاجه مميزه جدا يعني احنا بالعكس احنا لاحظت ان لا يجيك لما يجيك لمرحله عليا انت تتعبي حتى انك انت بتصلحي الاخطاء اللي موجوده في مستواه والكل حتى في اجتماعات حتى في حاجه تلقى ما يتكلموش اللغه العربيه يعني انا والله العظيم نجي نقول للطلبه كلمات لغه عربيه ما يفهموهاش ما يفهموهاش نعم. لغه دارجه دخلت في كل شيء هذه نعم. حاجه وانا نهني بصدق بصدق يعني انا متابعه المناهج التونسيه ومن الصغر يعني حتى الـ بالرغم وجود الفرنسيه لكن الطلبه التونسي حتى لما نقولش توا توا لكن من سنوات سابقه لفظ اللغه العربيه قوي يعني انا نهنيكم عليها وتو تاكدت بشفت الكفاءات كلها ابتدائي عرفت السبب لقوه اللغه العربيه نهنيكم عليها شكرا استاذه على تدخلك شكرا جزيلا اذا نكتفي بهذا القدر من التدخل نختي استاذه فاطمه بثينه تفضل التدخل الاخير تدخل اخير فعذن. شكرا يسيل شيء أستاذة فاطمة رفع إيدك حليتك المستح تفضلي. بثينة. نعم. طيب نواصل. نواصل. شكرا لك يا ايه. نواصل عفوا. شكرا لك. نعم نعم سنواصل ايه. إذا حسب ما لاحظت أنا من التدخلات أنه هناك مشكلة كبيرة في اللغة العربية وبالذات في القراءة. إذا أنا سأذكر بعض الأسباب. اسباب ضعف مستوى التلميذ في اللغه العربيه هو ان عدد كبير من الاهالي العرب لا يتحدثون اللغه العربيه مع اطفالهم منذ الصغر ويرفضون ذلك مثلا تلقى في المنازل يحكيو معهم اللغه الفرنسيه يحكيو معهم الدارجه مثل ما قالت الاستاذه لكن اللغه العربيه لا تذكر ابدا في البيت ب والسبب الثاني هو ان عدد كبير من المدارس الخاصه والاجنبيه لا تعطي اللغه العربيه حقها في التدريس لانها الزاميه حسب قوانين الدول العربيه والسبب الثالث هو عدم تطابق المحتويات الكثيره مع الوقت المحدد لها اذا انا انطلقت من قسمي ايضا ومن من المشاكل التي واجهتها في قسمي في اللغه العربيه هو ان المحتويات كثيره لكن للاسف لا نجد الوقت لكي يتمكن التلميذ من تطبيق المفهوم كما يجب امر إذا سأعرف اللغة، أول ما أبدأ به هو تعريف اللغة، ما معنى لغة؟ يلزم يجب أن نفهم ذلك، إذا حسب ابن منظور اللغة اللسن وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي فعلة من لغوت أي تكلمت. اللغة جهاز من العلامات أصوات، صيغ، صرفية، تراكيب. محمله بالمعاني مسيره بقواعد وقوانين في بنائها الداخلي وفي علاقاتها بغيرها من العلامات ولذلك فهي تمثل نظاما كامنا في ذهن كل من المتكلم والسامع. اذا هذا هو تعريف اللغه. سأترككم تشاهدون هذا الفيديو حتى تكتشفوا اهميه اللغه العربيه. Good morning, Dad and Mom. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أل هذا ما تقوله الفتيات من جيلكم؟ نعم يا أبي، فنحن نتبع الماضي وآخر الصيحات، ولما لا نتحدث القليل من لغة الأجانب؟ ولكن يا ابنتي، كان بإمكانك أن تلقي تحية الإسلام. ألا تريدين ثلاثين حسنة؟ أريدها بالطبع. حسناً، سوف أقولها في المرة القادمة. Goodbye، سأذهب إلى المدرسة. لا أريد أن أتأخر عن حصة اللغة العربية يا له من جيل لا يفهم لقد تأخرت سوري لقد كان الطريق مزدحما لن أعيدها مرة أخرى سوري نحن في حصة اللغة العربية فلتتحدثي بها حسنا يا معلمتي أنا آسفة لا عليك اجلسي في مكانك سنتحدث اليوم عن أهمية اللغة العربية، من تقول لنا ما أهمية التحدث بها؟ تفضلي يا فاطمة، التحدث باللغة العربية الفصحى من شعائر الإسلام. أحسنت، فهي لغة القرآن الكريم، ولا بد لنا أن نفتخر بها، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ولكن ما المانع ان تحدثنا بلغه اخرى ونتعلمها لا يوجد اي مانع ابدا تعلميها بنيه العلم والدفاع عن دينك ولكسب المعرفه ولكن لا تنسي جذورك واصلك فقد وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اللغة العربية الفصيحة أو الفصحى هي اللغة العربية الفصيحة هي مبدئيا اللغة التي اختارها الوطن العربي لتكون لغته الحضارية والرسمية وبالتالي فإنها هي اللغة التي يعلمها لأبنائه ويحرص على سلامتها وتطورها ووفائها بمتطلبات العصر. إذا اللغة العربية هي لغة القرآن ولغتنا الأم إذا يجب علينا أن نتقنها منذ الصغر. اللغة العربية إذا أمر. إذا سنكتشف الآن أشهر نظريات التعلم التي تفسر عمليات اكتساب اللغة. الساعة أبدأ ما معنى نظرية؟ ما معنى تعلم؟ وما معنى نظريات التعلم؟ النظريه هي مجموعه من الابحاث والافتراضات والتجارب التي توضح العلاقه القائمه بين عدد من المتغيرات وتهدف الى تفسير ظاهره والتنبؤ بها التعلم يعني النشاط الذي بموجبه يكتسب الفرد المعارف والمواقف والمهارات التي بفضلها يشبع حاجته ودوافعه نظريات التعلم هي النظريات التي تفسر لنا الطريقة التي يتعلم بها الإنسان أو مجموعة من النظريات التي وضعت كمحاولة لمعرفة كيفية حدوث عملية التعلم لدى الإنسان وتفسير سلوكه. من أشهر النظريات التي تفسر عمليات اكتساب اللغة، هي نظريات كثيرة ولكني سأفسر ثلاث نظريات. أولا النظرية السلوكية، تؤكد النظريات السلوكية أن الاكتساب اللغوي متعلم كأي سلوك، يتأثر بالعوامل البيئية يعني المثير والاستجابة والتعزيز، التعزيز يعني الثواب والعقاب، فهي تقلل من شأن العوامل الوراثية أو تلغيها، يعني ذهن الإنسان خال تمام من اللغة. كما لا يعير السلوكيون أدنى اهتمام للعمليات العقلية الداخلية، بمعنى أن النظرية السلوكية تركز على الجانب الشفوي من اللغة، وتعتبره سلوكا قابلا للضبط والتعديل والتثبيت، حتى يتحول إلى عادة لغوية. النظرية الثانية هي نظرية الجشتلت أو النظرية الجشتلتية. هذه النظرية تقوم على مبادئ أساسية وهي: أن للعقل دور إيجابي نشيط في تنظيم المعلومات واكتساب المعاني والخبرات وليس دوره سلبيا كما يظن السلوكيون يشكل الإدراك أهم العمليات العقلية التي تساهم في تعلم الإنسان وتعتمد نظرية الجشتالت على أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء, الأجزاء. وإدراكنا للكليات يسبق إدراكنا للجزئيات المكونة لها كما إذا هي تقوم على تنظيم الإدراك والتعلم بالاستبصار شو معناتها؟ يعني نظرية الجشتالت أحنا كنشوفوا حاجة نقعدوش نثبتوا في الأجزاء نشوفوها ككل به والنظرية الموالية هي النظرية المعرفية اذن جاءت النظريه المعرفيه كرده فعل على النظريه السلوكيه التي تجعل المتعلم سلبيا يستمع ويحاكي ويكرر ما يستمع اليه فاعتبرته كائنا فاعلا قادرا على ان يتعلم اي لغه دون خضوع للارتباط الشرطي واعتبرت ان معرفه القواعد يسهم في تحسين القدره على التواصل ولكنه لا يتم دون توفر المقامات الملائمة للتواصل الجانب الاجتماعي للغة إذا لدينا نظرية بياجي من النظريات المعرفية حيث تهتم بياجي بدراسة الذكاء وعمليات التفكير لدى الكائن البشري منذ الولادة ويعد النمو اللغوي مرحلة هامة من مراحل النمو المعرفي فتطور اللغة بالنسبة لبياجي يرتبط بتطور العمليات المعرفية وأن الكلمات والجمل لا تظهر لدى الأطفال إلا بعد تحقيق نوع من النمو المعرفي يتمثل في إدراك المفاهيم التي تمثلها الكلمات عبر أربع مراحل وهي المرحلة الحس حركية تمتد حتى نهاية السنة الثانية مرحلة ما قبل العمليات تمتد حتى السنة السابعة ومرحلة العمليات الإجرائية تمتد حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة وأخيراً مرحلة العمليات المجردة وهي المرحلة الأخيرة من مراحل النمو الذهن، حيث يتم فيها إدراك المفاهيم المجردة والقواعد والقوانين العامة إذا هذه أهم النظريات التي تفسر عملية اكتساب اللغة استاذ سمير لو ممكن تبعث لهم الرابط رقم واحد به ندخل على ال... سأرى تفاعلكم معي سؤال سنجيب عن سؤال سؤال رقم واحد كي سأمر إلى المرحلة الموالية؟ بثينة لقد وضعت رابط نعم. الشات. أي رابط وضعت رقم أي رابط نعم. أي لو سمحتم تدخلون على الرابط وتجيبون عن السؤال حسب رأيكم الآن ننتقل ننتقل إلى المرحلة الثانية ما معنى ديداكتيك؟ اذا سنرى اجاباتكم ما معنى ديداكتيك حسب رايكم ما تدخلوش على جوجل عادوا تفسروا وحدكم تعلمية المادة م -م. هل هناك إجابات أخرى؟ طريقة أسلوب تعلمية المادة طريقة أسلوب Tariqa tel meta, esloub taalum. Tedris, esloub tadris »« Taalumia? Tad tad Nam, en uh, Discipline, science. Uh -huh. Tariqa wa fan, fan. Discipline particulière, science particulière. جيد ما وضعتموه نعم مه. ديسيبلين إذا الكلمات الكبيرة هي طريقة تدريس أسلوب تعلمية المادة نعم أحسنتم شكرا لتفاعلكم الجميل نعم شكرا لكم مه. معلومة هناك كلمات مفتاح منهجية طرق طرق تدريس نعم م -م. نعم شكرا لكم أعود إلى البرزنتاسيون و... powerpoint. وإذا نعرف الديداكتيك إذا في اللغة العربية الديداكتيك هي مصدر صناعي لكلمة تعليم مشتق من علم أي وضع سمة أي وضع سمة وتنحدر كلمة ديداكتيك من حيث الاشتقاق اللغوي من أصل يوناني ديداكتيكوس وتعني فلنتعلم وتعني حسب قاموس لبتي غوباخ درس أو علم أنسيني ويقصد بها كل ما يهدف إلى التثقيف وكل ما له علاقة بالتعليم في الاصطلاح قد استخدم قد استخدمت هذه الكلمة في التربية أول مرة كمرادف لفن التعلم وقد استخدمها كومنيوس الذي يعد الأب الروحي للبيداغوجيا منذ سنة 1657 في كتابه الديداكتيكا الكبرى حيث يعرف يعرفها بالفن العام للتعلم في مختلف المواد التعليمية ويضيف بأنها ليست فنا للتعلم فقط بل للتربيه ايضا، ان كلمه ديداكتيك حسب كومنيوس تدل على تبليغ وايصال المعارف لجميع الناس. والديداكتيك حسب معجم المصطلحات هي كل ما يهدف الى التثقيف والى ما له علاقه بالتعليم. ولقد عرف محمد الدريج الديداكتيك في كتابه تحليل العمليه التعليميه كما يلي: هي الدراسه العلميه لطرق التدريس وتقنياته ولاشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها المتعلم قصد بلوغ الاهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي المعرفي او الانفعال الوجداني او الحس الحركي المهاري كما تتضمن البحث في الوسائل التي يطرحها تعليم مختلف المواد اذا الديداكتيك بصفة عامة هي طرق التدريس وتقنياته. اذا نمر سنرى اذا ما هي طرق التدريس الفعاله في اللغه العربيه. اذا ناتي الى القبعه الصفراء حيث سنتعرف على فوائد وايجابيات ديداكتيك اللغه العربيه ومن بينها انها تسهل عمليه تنميه المهارات اللغويه لدى المتعلمين فكيف يكون ذلك؟ إذا كلنا نعرف أن لدينا أربع مهارات لغوية: مهارة القراءة، مهارة الاستماع، مهارة التحدث، ومهارة الكتابة. إذا سأبدأ بشرح أول مهارة: مهارة القراءة، وستستمعون إلي جيدا سأقترح عليكم فكرة كيف تحسن القراءة في قسمك. إذا أول كلمة نزلت في القرآن. كانت اقرا حيث اعيدت هذه الكلمه على مسامع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عده مرات كدلاله على اهميه القراءه فالانسان هو اساس التنميه والقراءه هي نقطه الانطلاق كلنا نعرف ان القراءه مفتاح نجاح لكن كيف نجعلها اسلوب حياه عند ابنائنا قصة، سأروي لكم قصة صغيرة، كانت هناك طفلة تدرس في السنة الخامسة، وفي مدرستها تمنع الواجبات المنزلية نهائيا، ما عدا القراءة اليومية، حيث يلتزم التلاميذ بقراءة كتاب معين في الأسبوع، يقسم على عشرين دقيقة كل يوم، وبعد إنهاء الكتاب يعطى لكل تلميذ خمس دقائق. لكل أسبوع لعرض ملخص استفاد منه هذا الاتفاق كان بين الأستاذ وتلاميذه يجعلهم مصرين على تنفيذ الالتزام وبالفعل نشأت البنت محبة للقراءة ولو تطبق كل مدرسة هذه الممارسة سينشأ لدينا جيل من الشباب المثقف المحب للقراءة إذا نجربه،, نجربه في كل مدرسة أنا ما نعطيوش الدروس بالكل نعطيه فقط قراءة كتاب قراءة لمدة أسبوع يكمل يقراه كل يوم عشرين دقيقة بعد ما يكمل يقراه يعمل لنا ملخص ونشوف هل ستتحسن القراءة أو لا أمر إلى المهارة الثانية وهي مهارة الاستماع وأقول أن أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، لأن الفرد يتعلم بالاستماع أكثر من الحديث، فهل سبق وتساءلت عن المهارات التي تجعل منك مستمعا جيدا؟ هناك ثلاث صفات تجعل منك مستمعا جيدا، وبالتالي فردا ناجحا، أول صفة هي: الانفتاح للاستماع للافكار الجديده يفتح لك نافذه للعقول الاخرى وبالتالي تكون اكثر اطلاعا ونجاحا الصفه الثانيه هي كن فضوليا ولكن بالمعنى الايجابي فحب الاطلاع والمعرفه اساسها الاستماع للاخر الصفه الثالثه هي قابليه التعلم المستمر فلو ظننت أنك علمت كل شيء، فأنت في الحقيقة لا تعلم أي شيء، تذكر أن كل ما تسمعه هو نغمات منها القبيح ومنها الحسن، ولكن بيدك أنت تلحينها وجعلها متناسقة إذا أنصت واستمعت بشكل صحيح، إذا مهارة التحدث مثلا سأقترح عليكم بالنسبة لمهارة التحدث يمكنكم اقتراح احسن من احسن المشاريع هي المشاريع الخيرية انك تكلف الاطفال باعداد مشاريع خيرية ثم تطلب منه التحدث عن هذا المشروع ومن اهدافنا هو التحدث باللغة العربية الفصحى وبصوت واضح جهوري وان تكون الافكار مترابطة اذا مهارة التحدث من أهم مبادئها هو الصوت الواضح السلامة اللغوية الالتزام بالموضوع الترابط الفكري وأن يوظف الأدلة بالنسبة لمهارة الكتابة أنا هنا أعتمد التحفيز لأن في التحفيز سحر كبير مثلا إذا أردت من الطالب أن, أن, يحسن خطه يمكنك تشجيعه بإعطائه هذه الستيكر مثلا تقيم كتابه كتابته وتعطيه ملاحظات وتعطيه ان اردت درجه اذا هذا مقترح لتحسين الخط انك تحفز هذه هذا التلميذ على الكتابه بخط جميل هذه اذا هي المهارات اللغويه. امر الى القبعه الزرقاء وهي كيفيه تدريس القراءه منهجيه تدريس القراءه كل دائره اظن لها منهجيتها الخاصه منهجيه تدريس القراءه تختلف من من دائره او من مدرسه الى اخرى اذا نحن نعتمد مثلا في دائرتنا ما قبل القراءه منهجيه تدريس القراءه ما قبل القراءه القراءه الاستكشافيه القراءه الجهريه القراءة التحليلية والتركيبية والقراءة المعبرة، ما قبل القراءة يعني التهيئة بصفة عامة انشودة او محفوظات او موضوع ما او بحث ما، القراءة الاستكشافية هو ان تنطلق مثلا من موضوع النص او جملة من النص او عنوان النص. القراءة الجهرية هي اذا القراءة الصامتة والقراءة الجهرية، اذا ان يقرأ الطالب بصوت عالم. ثم القراءة التحليلية والتركيبية هنا إذا تحليل النص يعني شرح المرادفات استخراج القرائن إعطاء إبداء رأي والقراءة المعبرة هنا أنا أركز عليها حتى تكون القراءة منغمة صحيحة ومسترسلة بالنسبة للطالب أو التلميذ إذا مثلا هذا مثال من يمكنك أن تأخذ نص من نشيد مثلا اقرا اقرا تزداد علما هبه العلم اجمل نعمه اذا ثم مثلا ساعطيكم فكره لشرح المفردات كيف يتم شرحها يمكنكم ان تطلبوا من الطلاب او من التلاميذ استعمال بطاقات والا مثلا يصنعوا ياخذوا حقه جبن ويستعملون اللون الاخضر والاحمر لماذا عند اذا شرح المفردات هنا مثلا سيشرح مف... م... مرادف مع... معنى ثناء هل هي شكر او غضب هنا ان كانت شكر سيرفع لك البطاقه الحمراء وان كانت غضب سيرفع لك البطاقه الخضراء اذا هذا فقط اجتهاد شخصي من عندي لشرح طريقه معاني المفردات حتى نتخلى نوعا ما عن الطريقه التقليديه سأتي الآن إلى القبعة الخضراء وهي قبعة الإبداع والابتكار، وهنا سأتحدث عن مصطلح التعليم الإلكتروني. هو مصطلح نستخدمه للإشارة إلى التعليم الدامج بين نوعين من التعليم لا غنى لنا عنهما في وقتنا الحاضر، وهما التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي. لتنميه مهارات التفكير والابداع والابتكار بتوظيف التطبيقات الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التعلم من جهه واللقاء التقليدي المباشر في العمليه التعليميه من جهه ثانيه بالنسبه للتعليم التقليدي شخصيا استعمل اللوحه اذا انصح بالاستعمال المكثف لللوحه لانها حقيقه تساعد على تحسين مستوى التلميذ ايضا التقييمات القصيره في شكل اسئله متعدده الخيارات كساء. ام اش معناتها معناتها انا مثلا قريت درس فعل الامر نعطيه في في الحصه المواليه مش في نفس الحصه في الحصه المواليه قبل ما نبدا الدرس الجديد أول خمسة دقائق نعمل تقييم قصير في شكل أسئلة متعدد الخيارات سأعطيكم مثال من هذا التقييم جدا اللغة العربية اذا تقييم قصير حتى اذا نسهل فهم هذا المصطلح للتلميذ فعل الأمر بيه. هذا تقييم قصير مثلا أسئلة قصيرة وبسيطة لا تتطلب منك خمس دقائق ما علامة بناء فعل الأمر الوارد في الجملة التالية احترم والديك مبني على وهو يختار لك الجملة الإجابة الصحيحة إذا أسئلة كلها موضوعية يعني يختار لك الإجابة الصحيحة اقرأ القصة المشوقة يستخرج لك فعل الأمر وعلامة إعرابه هذه إذا أسئلة بسيطة حتى إذا نساعد التلميذ على فهم فعل الأمر مثلا هذا إذا تطبيقات قصيرة أعود التعليم الإلكتروني الآن إذا سأعطيكم بعض التطبيقات التي تسهل عملية أو تسهل لنا تدريس اللغة العربية. إذا التطبيقة الأولى سأقوم ببرتاج الهاتف حتى تشوفوا إذا أمامكم التطبيق. سأضع شاشة هاتفي على الحاسوب be <sighs> إذا التطبيقة هذه اسمها باش ندخل من البلاي ستور ونوريكم اسمها افانين اللغة العربية اول تطبيقة حقيقة عجبتني افانين اللغة العربية ظهرت امامكم هذه التطبيقة تنسى سادخل الى التطبيقة واريكم كيف تعمل افانين اللغه العربيه فتح. اذا هذه التطبيقه تسهل القواعد الاملائيه. مثلا العب أسنة. أريكم تمرن هناك القواعد الإملائية إذا الكلمات الثلاثية المقطع الساكن المدود اللام القمرية والشمسية التاء والهاء المربوطة التاء المربوطة والمبسوطة إذا أختار أنا من هذه القائمة حسب علاقة الدرس مثلا الهمزة المتوسطة الهمزة المتوسطة تعتمد على قوة الحركات الكسر ثم الضم ثم الفتح فالكسر تكتب الهمزة على نبرة الضم تكتب الهمزه على واو والفتح تكتب الهمزه على الف يعطيك يعني القاعده تحط له تم بدأت بدأت وبعد هو يعطيك املاء والطالب يكتب مثلا بدأ سأكتب بدأت أستاذة بثينة أستاذة بثينة نعم إيمان فقط لو تتمهلي في الشرح لأن يعني الصوت يسبق الصورة ب سأتمه إذا سأعود شكرا لك العفو إذا قواعد قلنا التطبيق اسمه أفنان اسمه أفنان اللغة أفنان اللغة العربية هذا التطبيق يحتوي على قواعد إملائية تسهل على الطالب كيفية كتابة الكلمة حسب القاعدة مثلا قلت نبدأ بالهمزة المتطرفة ما قاعدة الهمزة المتطرفة؟ انظر إلى حركة الحرف ما قبل الأخير فإن كان مكسورا كتبت الهمزة على نبرة وإن كان مفتوحا كتبت على ألف وإن كان مضموما كتبت, كتبت, كتبت على واو أقوم ثم أضغط على تم شيء هو ملّ علي توا كلمة شيء أكتب شيء 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 ثم اضغط على تم تم شاء اذا شاء. اجابه صحيحه ان لم اسمع اعيد شاء شاء, شاء. اذا اضغط عليه آه 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 ان لم اسمع اضغط على آه آه ايقونه هذا الرجل الذي يتكلم ماذا قال شاء شاء شاء, شاء. اضغط تم الاطفاء الاطفاء, الإطفاء. إذا سأكتبها خطأ الإطفاء حتى ترون أن أنه, أنه إذا يغير صوت الخطأ الإطفاء سأكتبها هكذا الإطفاء مثلا هكذا وأضغط على تم رأيتم إذا هنا خطأ إذا أعيد كتابة الكلمة الأطفاء تراجع الإطفاء وأضع تم، السماء، أكتب السماء، السماء، وأضغط تم، العطاء، وأواصل حسب, حسب القاعدة. وهنا عندما أضغط على تراجع بسهم الهاتف، إذاً أذهب إلى النتائج، يعطيني هو كم نتيجة صحيحة وكم إجابة خاطئة. ثم إذا أحسنت أيها العبقري لديك خمس إجابات صحيحة والإجابات الخاطئة صفر ولديك من النقاط عشر نقاط، ثم أذهب إلى الأخطاء السابقة مثلا، لهنا الأخطاء السابقة لا يوجد لدي مثلا أخطاء، أحسنت لا توجد لديك أخطاء سابقة، إذا هذا التطبيق الأول في اللغة العربية الذي يسهل علينا. عملية قواعد الإملائية، عملية تعلم القواعد الإملائية، تطبيق أفنان اللغة العربية، هذا التطبيق الأول، ثم التطبيق لدي تطبيق ثاني، إذا نمشي معاكم حسب الهاتف، التطبيق الثاني هو هذا. Welcome to هذا التطبيق اسمه شاتر بيكس او كتنجمو تاخذو سكرين ش... سكرين شيت ام اسمه شاتر بيكس شاتر بيكس به ماذا يفعل هذا التطبيق اذهب اضغط على جالوري لدي مجموعه صور منه هو لكن أنت تستطيع أن تأخذ الصورة التي تحبها من تيك فوتو تيك فوتو يا إما تصور نفسك أو تأتي بصورة من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف متاعك إذا أنا أذهب إلى جالوري عندما أضغط على أي صورة وثم أذهب إلى إيديت أسجل صوتي هذا التطبيق يسهل عملية تسجيل الصوات باللغة العربية إذا هو حقيقة أنا جربت مع التلاميذ في اللغة الفرنسية عندما نطقوا للسلاب يعني إحنا هنا في اللغة العربية إذا كنتم تريدون أن ينطقوا جيدا الحروف مخارج الحروف منذ منذ بداية إذا كانت الأستاذة قد تكلمت عن مخارج الحروف إذا سأضغط على المسدح بالأحمر وأقول مثلا صباح الخير Record in 3, 2, 1, go! صباح الخير كيف حالكم؟ وأضغط على التسجيل ثم أذهب إلى Next Next وأسمعه أضغط بالزر الأخضر لأسمعه صباح, صباح الخير كيف حالكم؟ على هنا الفم ما جيش صحيح بخلينا نعاوده خاطر ذي ما تكون هكذا نعاوده Edit نأخذ الصورة. نمشي اديت. هذه يرزم من اه نضعها هكذا في الفم. نضعها هكذا في الفم. حتى يستطيع ان يتكلم هذا القط. في فمه هكذا. قدموها شوي. هي يعني ليست في الفم يعني مباشرة به، نجرب هكذا ونقول. Record in 3 2 1 go! صباح الخير كيف حالكم؟ به، أذهب إلى next next وأجرب. صباح. صباح الخير كيف حالكم اذا الفم هاوكا يتحرك نجم نطلعوه الفوق شوي به و بعد التسجيل نضغط على الزر اللي بحذا الزر الاخضر إذا باش نسجلوه يتسجل لي فيديو اذا تسجل نلقاهم بعض في الجالوري متاعي نمشي الجالوري ليزيماج اللي عندي نلقاهم سجل أها صباح الخير كيف حالكم هذا التطبيق أنا مثلا سجلت اليوم تلاميذي وهم ينطقون لسيلاب أون فرونسي nom limon malo nom nom limon malo اذا المقطع بالفرنسيه هذا التطبيق شاتل بيكس اذا يساعدكم على تحسين مخارج الحروف هما هما الصغيرات خاصة نتاع السنة الأولى وقت اللي أنت تخليه هكا يسمع صوته وهو كيفاش يتكلم يحسن النطق نتاعو يعني إذا فما غلطة يكتشفها وحده به نمشيو توا لتطبيق مهم أيضا وهو تطبيق العصف الذهني وهذا اللي باش تخدموا عليه المشروع نتاعكم تطبيق مايند اسمه مايند مابينج اهو. الثاني ننزل على الثاني هذا هو مايند هكا مايند مابينج تطبيق هذا مايند مابينج هذا يساعدكم في العصف الذهني نعاود نبارتاجي يا بالوقت به صفر البدء به أعود إلى البلاي ستور بلاي ستور ونمشي التطبيق قلت مايند مابينغ، به حتى تظهر عندكم لم تظهر بعد عندكم. اي اهل به اسمها مايند مابينج قلت. هي تطبيق للعصف الذهني. اضغط على فتح. اذهب الى template هيك من في الوسط template. ثم لهنا لديكم اذا عدة تشبه للخرائط الذهنية ولكنها هي تطبيق عصف ذهني إذن لديكم عدة أنواع من من العصف الذهني مثلا أنا اليوم خدمت باستراتيجية آه قدامكم استراتيجية القبعات الست هاي استراتيجية القبعات الست إذا أمام نجم نستعملها هذه نبدأ بعد كيفاش نبدأ نمشي use template من الفوق يوز تمبليت ونبدل على روحي كيما نحب مثلا القبعة البيضاء بدلها هي هذه ترمز إلى الحقائق والمعلومات نكتب الحقائق الحقائق والمعلومات مثلا أنا اليوم تحققنا من أنه التلميذ اليوم لا يتقن اللغة العربية نبدل زادة هذية مثلا ريد هات بلاك هات البلاك هات تنشوفوها من بعد البلو زادة كيف كيف الجرين كيف كيف الابداع والابتكار اليالو كيف كيف الفوائد والاجابات وين هي اليالو ما ظهرتش عندكم البلو ثم اليالو اذا هذه استراتيجية انت تنجم تغير فيها كيف ما تحب بعد عندكم زادة نمشي نرجع نختار مثلاً أي عصف ذهني نحب نعمله للتلام ذا نختار هذه مثلاً نختار مثلاً هذه use نمشي use template ونختار نعمل edit نبدلها هذه knowledge management نعرفش أنا مثلاً اليوم باش نحكي على التسامح مثلاً نكتب التسامح التسامح وهما يعطيوني افكار نتاعهم شنو انت شنو يعني لك التسامح ونغير كيف ما نحب ونخدم على روحي به هذه التطبيقه مايند ماب هي اللي باش تستعملوها اليوم في المشروع اللي باش تبعثوه ان شاء الله بعد كي نعطيكم رابط التقييم به هذا بالنسبه للتطبيقات تو سايتي هذا يخلينا نسكروها ثلاثة تطبيقات زوز عربية وواحد مايند مابينج هو متاع العصف الذهني نرجع للبريزونتيشن ب آه. استاذ سمير لو تسمح الرابط رقم اثنين اي آه. خلينا نشوفوا السؤال الثاني إذا شكرا لكم خلينا نعمل سكرين شوت لهذه أستاذ سمير خلينا نعود إلى السؤال الرابط رقم اثنين آه تمام بوثينا لقد وضعه في الأستاذ سمير مشكور شكرا أستاذ سمير به إذا نمشي الأكتيفيتي آه. سأذهب إلى السؤال الثاني يا خنشوفكم فهمتوا ولا ما فهمتوش السؤال الثاني هو اختيار من متعدد لحظة نشغله Activate نمشو Present إذا السؤال الثاني هو ما هي النظرية التي يشكل فيها الإدراك أهم العمليات العقلية التي تساهم في تعلم الإنسان؟ هل هي النظرية السلوكية المعرفية أو الجشتالتية؟ وقريت لكم أنتم زعما منتبهة ولا لا؟ الجشتالتية أو السلوكية أو المعرفية؟ 76% قالوا معرفية مازال أزيلوا الإجابات ولا فقط. الجشطلطية تؤخر وتقدم السلوكية وقدمت شوية. إذاً 71 بالمئة 72 بالمئة معرفية 24 بالمئة جشطلطية والسلوكية 4 بالمئة والإجابة الصحيحة هي الجشطلطية. النظرية التي تقوم. النظرية التي تقوم على الإدراك وتقول أن الإدراك هو أهم العمليات العقلية التي تساهم في تعلم الإنسان هاو نقصد من كانت معرفة 64% و 71% ولا 64% الجشطلتية النظرية الجشطلتية هي التي تشكل التي يشكل فيها الإدراك أهم العمليات العقلية التي تساهم في تعلم الإنسان إذا هذه النظرية ب. عندي سؤال آخر لكن هنا باش يكون فيه آه تحديد لشخص يفوز بالكأس نقولوا نحن ب. آه أستاذ سمير لو تسمح الرابط رقم ثلاثة أي سأرى مدى تفاعلكم معي. آه به نمشي للسؤال الثالث. تم نشره أو ما زال لحظات مثلث أربعة. به سؤال رقم ثلاثة. منشور أستاذ منشور. منشور شكرا استاذ سمير وضعه في الشات شكرا لكم السؤال ثلاثة هو يخص العربية والشعر العربي أما من غير ما تدخلوا جوجل وحدكم نحب بلاي به السؤال نمشي للسؤال من القائل أنا الغريق فما خوفي من البلل هل هو أبو فراس الحمداني أو زهير ابن أبي سلمى أو أبو الطيب المتنبي يلا تفضلوا نجموا تلعبوا معنا إذا من القائل أنا الغريق فما خوفي من البلل هل هو أبو فراس الحمداني زهير ابن أبي سلمى أو أبو الطيب المتنبي أو كعند حطيت بالوقت راه لهنا حطيت دقيقة أظن أو نص دقيقة إذا 17 ثانية 15 يبدأ العد التنازلي إذا من سيفوز؟ إنتهى التوقيت. به؟ أي. صحيتوا اللي جابوا المتنب الطيب المتنبي نمر. ليد بورت. انس الغيثي استاذ انس شكرا لك انت تفوز بالفأس. بالكاس <applause> اذا شكرا لك استاذ انس استاذ انس عنا آه استاذ انس واستاذه فاطمه بالرحومة أستاذ استاذه ناديه نايم من نعرفش شكون هذا ظهر لي سالم استاذ سالم نور استاذه ساميه استاذه اميره الجدلي استاذه فاطمه السعيدي هذوما اللي جابوا الكل ألف ألف هذوما اللي خذوا الكأس شكرا على تفاعلكم ممتاز به أمر الآن آه أمر إلى الموال الآن قبل أن أمر زاد لدي تطبيق أخرى سأعود إلى هذه الشريحة إذن لدي هنا تطبيق اللغة العربية والذكاء الاصطناعي هذا موقع موقع سأريكم إياه أدخل على جوجل هو موقع يلخص لك النص الطويل إلى نص قصير تمشوش تقولوا هاي تعلم فينا في البخل لا هذا فقط لي كي أساعد المربي إذا الموقع اسمه لخص لي لخص لي اهوك لخص لي بالإيكغاك في باليو إذا أدخل إلى موقع لخص لي تلخيص النصوص أول موقع هو دوت كوم تلخيص النصوص العربية أون لاين نضغط عليه تلخيص النصوص العربية أون لاين عليه وادخل الى الموقع هذا موقع اذا من الذكاء من مواقع الذكاء الاصطناعي اذا هنا ساضع له النص المراد تلخيصه به خلينا نمشي انا ناخذ نص او حضرت نص انا ديجا خديته من تقييم كنت ديجا خدمته مع السنه رابعة في اللغه العربيه اذا افتح هذا النص نص طويل به. ناخذ كوبي كلي منه النص انا ساخذ كل هذا النص كنترول سي ونمشي للموقع متاعي واذا اضع النص كنترول في ثم إذا أنزل إلى تحت وأضغط تلخيص يعطيني التلخيص نتيجة التلخيص خمسين بالمئة يعطيك النص في ثلاثة سطور شو كيفاش كان النص من كم من سطر إذا لخصت له لخصته لك في ثلاثة أسطر إذا هذا موقع ذكاء اصطناعي يسهل لنا عملية تلخيص النصوص العربية. ثم أعود إلى الشريحة. آخر شريحة ومهمة هذه الشريحة. لماذا؟ حتى أقول لك أيها المربي الفاضل إن كانت لديك سلبيات ونقد في التعليم فلا بأس اذا يمكنك ان تتجاوز هذه السلبيات وتستعمل مشاعرك واحاسيسك تجاه التلاميذ والطلبه نعاونهم نحن لانهم اطفال عندكم مثال حي الطفل التونسي ادم والطفلة السوريه شاب اللي ربحوا في مسابقه تحدي اللغه العربيه او تحدي القراءه به هذوما زوز مثال نقولوا نحن نشجعوا بهم التلمذات ونخليهم يتحسنوا في القراءة وعندكم زاد الفيلم هذا متاع إيشان ننصحكم تفرجوا فيه على اليوتيوب هو فيلم هندي مترجم باللغة المصرية هذا الطفل كان يعاني من صعوبات وكان معناتها الحروف يراها في شكل رموز يرى الحروف في شكل رموز ولكن من ساعده على تجاوز صعوبته هو ذلك الاستاذ الفاضل الذي جعله يتميز في الدراسه بعد ان كان ضعيفا في مستواه الدراسي اذا نحن هنا نحن نحن هنا لنساعد هؤلاء الاطفال واقول لكم في كلمه اخيره ان المبدع لا يبدع في سبيل مال ولا في سبيل مجد ولا في سبيل خلود المبدع يبدع في سبيل مبدأ واحد أعلى من كل مبدأ وهو الحقيقة إذا هذا هذه قولة من أقوال الأستاذ إبراهيم الكون وهكذا أنهيت ورشتي إذا هيك ساعة من زمان خفيفة أه من لديه استفسارات فليتفضل آه شكرا لك سا... بس... استاذه استاذه ايمان عفوا قبل ان أ... ان اختم بليش سافسر التقييم عشان نوريه لهم التقييم وسأ... وباش نبعث توا الرابط التقييم خاطر ما خدمتوش على الجوجل فورمز آه فقط, فقط لحظات بثينا اللي قبل رابط الحضور ثم تشرحين لهم ال... اي, كيف كيف أي رابط الحضور بحتى اشرح لكم التقييم بنشرح التقييم ولا حتى يعمرو؟ بإمكانك شرح التقييم أستاذة بوسينة به التقييم مش نبعثه لكم رابط مش نبعثه لكم رابط التقييم أما هذه كنت نجمو أعملو لها سكري استنى هابش نحطو حتى لنهار سبعة أه وعشرين الساعة نصف الليل آخر أجل نصف الليل اليوم سبعة وعشرين نوفمبر نصف الليل بالضبط نحطوه به توقيت تونس نصف الليل مشي نعمل ديفوزي به هاو عندكم هذيا سكان اس آه الكود يلزم تاخذوه الكود هذاك اعملوا سكرين شوت نتاع الكود تسعة ستة كا دبليو في كا دبليو في هذا الكود وتو باش ونبعثهولكم ونبعثه لكم في في الشات نتاع تيمز اعملوا سكرين شوت وخذوا الكود والا سكانيوه بالكوير كود به نعمل كوبي لوليا وخلينا بعثولكم على الشات وصل الرابط اي هاوك نورمال ما وصل به استاذ آه سمير او استاذه ايمان زيدوا بارتاجو لهم نرجع انا توا نمشي نعمل ديفوزي فقط ما كيلو ولا من سكيل باش شنيه بول. الكود الكود بيه سمي ولكن باش يعرفوك. أه استنيني خلينا نشوف هذه هاي تعاود حلت لي من هنا. أم أم سمير مكتوب كاب ماجوسكول كابيتال يعني نتصور الكود يكتبوا كيما موجود. لحظة ترا خلينا نشوف الديفيزيون. باهي هاو الكود. وينو هاو؟ هاي تسعة ستة كا الكلها ماجيسكول كلها ماجيسكول ماجيسكول الكلها كلها ماجيسكول هكا سبعة وعشرين نوفمبر هو آخر أجل للتقييم عند أعطيت سؤال مقالي وأعطيت سؤال فيه أسئلة من اختيار متعدد والسؤال الثالث بالنسبة لتطبيقة مايند مابينج يا إما تختار انك تعطينا ملخص للدرس نتاع ديداكتيك اللغه العربيه او تعطينا منهجيه تدريس القراءه في بالنسبه لمدرستك كما كما تشاء هذا السؤال به نرجع انا توا انت وحاجه اخرى شنو نوصي عليها توا باش نرجع الكوزينيير انا توصلني الاعمال متاعكم وانتو ما توش نفسر به انا حسبتكم كتلام ذا بعد ما تعمل تقييمك وتعمل انفوي عيشكم ننتبهوا يخرج لك كود فيه ثلاثه حروف او رقم وزوز احرف تخليه عندك الكود هذاك علاش لانه بعد انا كي باش الاصلاح تدخل على اكسيدي ما كوبي يا يعني يطلب منك زوز اكوات الكود دو ليكزيرسيس اللي هو أعطيته لكم هذاك نتاع 69 هذاك اللي عطيته لكم والكود اللي باش تبعث به انت الرابط نتاعك معناه وقت اللي انت سيخدم تقييمك وباش تعمل له يطلع لك كود فيه ثلاثة أر... ثلاثة زوز حروف ورقم، معناتها من ثلاثة أرقام نقولوا نحن ولا من ثلاثة حروف. هذاك الكود تسجله وتخليه عندك. أنا من بعد كي نبعث لك الإصلاح تمشي أنتي اكسيدي تدخلوا على السيت هذا باش نبعثه لكم السيت كويزينيير.com تدخلوا على السيت ويعطيكم ونعت... وتشوفوا الاسلاك والق... والعدد نتاعك باش نبعثه في الشات تدخل على الاف هذا اللي باش تدخل بيه من بعد تشوف الاسلاح نتاع الورقه نتاعك انا بعثتلكم الرابط اللي باش تشوفوا بيه الاصلاح نتاع التقييم نتاعكم تدخلوا لهنا هاي هي لن تخفاس تمشي الف اكسيدي اما كوبي تحط الكود دو اللي هو 69 اي ك اي ك جو بونس وتزيد لهنا هاو كيما كيما هذيا كيما الكود جي هاش اي انت بعد ما تعمل انجاز التقييم تضغط على انفويي يخرج لك كود فيه ثلاثه حروف كيما هكا بعد تدخل على اكسيدي ما كوبي وتلقى الاصلاح نتاعك وان شاء الله بالتوفيق. فقط وشكرا لكم ومن لديه استفسار فليتفضل آه شكرا استاذه بثينه آه يعني فقط يسالون ما هل بامكانك تفسير التقييم اكثر استاذه بثينه أوك اوكي <تصفيق> ساعيد ساعيد <تصفيق> ساعيد اذا أنا أرسلت لكم كود هذا الكود ستدخلون به إلى التقييم وين هو؟ بخلي ندخل على الانتخابات. أهل ديداكتيك اللغة العربية نمشي للديفيزيون أنا أرسلت لكم تقييم هذا التقييم ستكون نهايته يوم سبعة نوفمبر على الساعة نصف الليل بوقت تونس. به. آه الكود الذي وضعته لكم هو تسعة وستين ك دبليو دبليو. هذا الذي ستنجز به التقييم. عندما تنجز التقييم وتضغط على زر آه انفويي أه، مع إرسال على زر إرسال بالعربية سيظهر لك كود متكون من ثلاثة حروف هذاك ذاك الكود من فضلكم سجلوه عندكم به. أنت لما تريد أن تكتشف العدد الذي أخذته في التقييم تذهب إلى هذا الرابط دوت كوم أرسلته لكم في الشات تذهب الى هذا الرابط ثم تذهب من هنا الاف من هنا الاف على هذه لان تخفص الخضراء وتذهب من هنا على اكسده ماكوبي من هنا ستكتشف العدد ستكتشف عدد تقييمك سيطلب منك عندما تضغط على هذا الزر الاخضر ان تضع له كود اول وكود ثاني الكود الاول هو هذا متاع 69 ك دبليو كابت ك -W. والكود الثاني هو انت الذي ستتحصل عليه عندما تضغط على زر ارسال في التقييم تضعه هنا وتضغط على اكسدي ما كوبي وعندها تكتشف عدد تقييمك ولا بأس إن كانت هناك مشكل أنا في التليجرام متواجدة وأيضا أنا ستظهر لي كل الإجابات هنا ستظهر لي كل الإجابات وكل الأعداد سأنشر ذلك سأنشر ومن فضلكم الدخول بالاسم واللقب ضعوا أسماءكم وألقابكم الدخول بالاسم واللقب سأنشر لكم إن أنت لم تتمكن من دخول هذا الرابط سأنشر لك عددك في هذا التقييم. واضح الآن؟ مشكورة أستاذة بوسطة. هاو عندنا سي سمير العماري بعث كوبي نتاعه، أجاه الكود نتاعه 59 كا، يحتفظ يحتفظ بهذا الكود. شكرا أستاذ سمير. و يدخل به عبر هذه المنصة كويزينيخ يضع هنا تسعة وخمسين ك ويضع هنا تسعة وستين هذا الكود أهي تسعة وستين ك دبليو ك دبليو ك دبليو ويضغط على أكسيد ما كوبي وعندها سيرى عدده فقط هذا هو بثينه؟ نعم؟ أه فقط اخر اجل لتسليم الاختبار يوم 27 نوفمبر؟ 27 نوفمبر على الساعة آه الثانية ليلا، آه الثانية عشرة ليلا، أها هي حتيتها هنا، 27 نوفمبر آه نص الليل بوقتنا نحن بوقت تونس يعني آه شكرا عفوا هل هناك استفسار أخر؟ استفسارات أخرى. هناك من قال أي لا بأس لا بأس الذي يفتح بدون كود لا بأس لأني أنا ديجا الكود موجود في الرابط رابط الاختبار نعم يفتح من دون كود لكنك أنت عندما ترسل إجابتك سيتكون لديك كود احتفظ به واحتفظ بهذا الكود أيضا التطبيق الذي نطبقه هو ماين مابينغ، مابينغ، تطبيق عصف ذهني، ترسل لي إما ملخص لدرس اليوم أو منهجية تدريس القراءة حسب منهاجكم. <applause> اذا الاستاذة نبيلة قالت لو تعيدين شرح تطبيق مايند مابين ستجدين الشرح في التسجيل الحصة ان شاء الله استاذة نبيلة كل من قال انا الدرس يعني يدرس مادة غير اللغة العربية بامكانكم تلخيص درس هذه يعني الورشة وليس بالضرورة درس اللغة العربية نعم يمكنكم تدريس آه تلخيص الحصة يعني أعطوني آه آه معناتها عصف ذهني ما, ما الذي فهمته من حصة اليوم ما الذي تع ماذا تعني لك ديدكتيك في اللغة العربية آه فما هناك رو ديدكتيك في الرياضيات هناك ديدكتيك في العلوم إن كنت تود أن تعطينا ديدكتيك يعني عصف ذهني ديدكتيك العلوم أو رياضيات لبأس نعم جذاد جزء جزء الدرس قراءة أو تمشي درس قراءة نعم بالنسبة للرياضيات أو العلوم يمكنكم أن تخططوا ديداكتيك للرياضيات أو ديداكتيك للعلوم ما هي الطرق والأساليب نقول نحن الجديدة المعتمدة في تدريس الرياضيات أو المعتمدة في تدريس العلوم نعم يمكنكم ذلك لا بأس، نعم اللغة الفرنسية أو الرياضيات أو الإيقاظ العلمي لا بأس، يمكنكم استعمال مايند آه، مابينج في آه، إعطائنا منهجية تدريس الرياضيات، منهجية تدريس الإيقاظ العلمي، منهجية تدريس اللغة الفرنسية، نعم نعم المجال مفتوح لكم. مايند uh, مابينج أنا شفتها على الح... على الهاتف فقط لم أراها على الحاسوب المنهجية فقط نعم عفوا أستاذ محمد مرحبا بالجميع uh, التقييم يمكن نعم يمكن إجراؤه بالهاتف يمكن فتحه بالهاتف والإجابة عنه بالهاتف يمكن بما ان تطبيقه الماين مابينغ على الهاتف والاسئله بسيطه يمكنكم ذلك لا باس يمكنك استاذ ايناس انجازه على الهاتف إيمان هناك من رفع يده آه أو آه هناك الأستاذ فقط لحظات بثينة أوكي شكرا أستاذة آه عفيفة بثينة بن عامر أمل تفضلي رفع يد مكتوب الأستاذ الزهر محمد تفضل المصدحة مفتوح الأستاذ منصف بن علي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا استاذ منصف شكرا استاذ ابو على هذه الورشه الرائعه فقدت سؤال بسيط يخص تطبيقه مايند موبينج لا ادري يعني عندما كنت بصدد الشرح فقط كنت يعني بصدد المتابعه على الهاتف لم ادري عندما ادخل على عن البحث على تطبيق مايند مابينج لا ادري يعني على اي رابط اضغط يعني ضغطت على روابط عديده ويكتب علي يعني يعني معاليم ولست ادري ماذا يعني فقط يعني لو يعني لو لو تنصحيني اي على اي رابط انزل يعني في مايند هذا هو سؤالي فقط يعني من اين يعني انزل التطبيق فقط من بلاي ستور استاذ منصف تمشي من, نعم من بلاي ستور لا على اي على اي رابط ساضغط يعني صار عندي مشكله في الانترنت منذ قليل يعني لم احسن المتابعه فقط يعني ضاع علي الرابط الذي انزل الذي الذي اضغط عليه هو فما فور فري نورمالمون فما ساين فور فري وقت اللي تهبطوا من البلاي ستور نورمالمون مايند مابينغ معناتها تمشي في بالي ما فيهوش معاليم يعني ديريكت دخلت بيه انا يعني عملت بالمايل يعني تعمل تدخل بالمايل جوجل مايل جوجل ودخلت عادي يعني لا 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 لم اشاهد اي اي تعاليم اي اي معاليم واضح هو ما محاوله واضح عاود حاول وهني على التليجرام نتو نجم نتبع معك مش مشكور شكرا بارك الله فيك عاش استاذ شكرا. عايشك عفوا بين الأستاذ استاذ زاهر محمد تفضل استاذ محمد سنضع الروابط على التليجرام به وسأتواصل معكم أستاذة مبارك تفضلي نعم أستاذة مبارك تفضلي عندها مشكلة في الصوت ونواصل بوتينا بس أجيب أستاذة فاطمة مدخلات نعم فقط الأستاذة فاطمة مهدون، أستاذة فاطمة أنت يمكنك أن تنجزي منهجية لدرس حسب تخصصك بالمايند مابينج، يمكنك إعطائنا فكرة، نحن هنا إذاً لنتفاعل مع بعض ومع كل الدول ومع كل الثقافات، أي واحد فيكم ليس اختصاصه اللغة العربية يمكنه إنجاز يعطينا فكرة على منهجية التدريس، الدرس نتاعو حسب اختصاصي عبر تطبيق المايند مابينغ اي اختصاص ليكون متاع تطبيق مايند مابينغ بها نصورها ونبعثها لكم ليكون هيك فيها ثلاثه مربعات استاذه عفيفه فيها ثلاثه مربعات بالالوان اي فوالا اظن اللي فيها ثلاثه الوان ثلاثه مربعات نايس مايند مابينغ انتو نكتبها لكم نايس مايند ماب وتيغي مايند مابينغ هذا هو التطبيق رابط الحضور، أستاذ إيمان لو ممكن أرسله أو أستاذ سمير، أي شكراً هذا أه هو التطبيق، أي نعم شكراً أستاذ هويد، هذا هو التطبيق. وضعت رابط الحضور أستاذ أبو في الشات. شكراً أستاذة إيمان. لمن طلب رابط الحضور أرسلته لكم الأستاذة إيمان. وأيضاً هناك العديد من المشاركين الذين وضعوا صورة الـ يعني التطبيق. التطبيق. نعم. أه شكراً أستاذة نايلة، حتى التطبيق ستركض، نعم. اذا استاذه بثينه نكتفي بهذا القدر من التدخلات تجدون تسجيل الحصه ان شاء الله على منصه الجمعيه وقناه اليوتيوب الخاصه بالجمعيه ايضا من لديه سؤال بامكانه التواصل مع الاستاذه بثينه على التليجرام استاذه بثينه اي على التليجرام نعم على التليجرام وبالتوفيق لكم جميعا شكرا لكل جنود الخفاء المتواجدين معنا في هذه الورشه الاستاذ سمير عماري الاستاذ نادي الهاشمي وكل اعضاء الهيئه المديره ومنسقي وسفراء الجمعيه التونسيه لتكنولوجيا التربيه الحديثه شكرا لكم مشاركينا فردا فردا وتصبحون على خير شكرا استاذه ايمان استاذه ناديه استاذ نادي، سمير العميري شكرا جزيلا شكرا لكم على كل الحضور وتصبحون على الف خير شكرا لك شكرا لك تصبحون على خير شكرا على المجهود بثينه شكرا استاذه ناديه